الست اللي دورت كويس هتلاقيها لسه طفلة، مهما كبرت وبقت دكتورة أو وزيرة أو مشهورة حتى، هتلاقي جواها طفلة صغيرة بتظهر أول ما بيتقفل عليها باب بيتها. طفلة عايزة تسمع كلمتين حلوين، عايزة تسمع كلمة شكرا تقديرا ليها حتى لو كانت بتعمل واجباتها. بتحب المفاجآت حتى لو شوكولاتة أو وردة. بتحب إنها تتدلع وتحس إنها متحماية في راجل بيصونها وبيخاف عليها، بيهتم بتفاصيلها، بيحس بقيمة اللي بتقدمه وبيحس بتعبها جوابتها. الستات ما بيكبروش، ومشكلتنا احنا كرجالة ان احنا بنحسبها بالسن، طالما كبرت يبقى خلاص كده مش هتحتاج لحاجات العيال الصغيرة. وما يعرفوش ان الست مهما كبرت وعيل شأنها، هي طفلة مع جوزها ومع اللي بتحبه وبتحب تعيش الحالة حتى لو ده يخرجوها من الهم والضغط اللي هي فيه. يحسسوها بنفسها وبأنوثتها، يخلوها تاكل الزلط علشان خاطر المركب تمشي. مفيش ست كبرت على الفسح والخروجات والتنطيط، مفيش ست كبرت على الكلام الحلو، مفيش ست ما بتفرحش لو تقلها شكلك حلو قوي النهاردة أو إيه الطقم الجميل ده، مفيش ست ما بتحبش تتحضن، مفيش ست مش نفسها تحس إنها أحلى واحدة في الدنيا. وقتها تقدر تكمل معاك وهي مطمنة، لا هتضرب بوز ولا هتبقى نكدية، هتشوف الوش الدافي المطمن اللي مهما كان مرهق ومهما كان مضغوط، كلامك وأفعالك واهتمامك بيضيعوا أي مرار. إذا كنا إحنا كرجالة بشنبات بنبقى عايزين نتعامل زي الأطفال أوقات، فما بالك أصلاً بمخلوق عايش على كده. فلازم دايماً تفتكر إن الستات ما بيكبروش لا على الشوكولاتة ولا على الورد ولا على الخروج ولا على الكلام الحلو ولا على الحضن ولا على الدلع. عاملها زي بنتك، صدقني هي بتبقى محتاجة لده. فبلاش كل واحد جوا بيته يحسسها بعدم تقدير. خليك دايماً مهتم بمراتك وما تخليش الأيام تاخدك. البيت ومراتك ليهم حق عليك، وبكلمة واحدة، كلمة واحدة بس، تقدر ترسم البسمة على الوشوش وبنظرة واحدة تطمن القلب وتبدله من حال لحال، وساعتها صدقني هتعيش أجمل أيام حياتك. شكرا ليكم وإلى اللقاء.